السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائنا وبناتنا الأعزاء طلاب الصف الثاني الثانوي، إزيكم أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وربنا يكرمكم ويوفقكم بإذن الله تعالى، وأهلا وسهلا بكم في حل أسئلة كتاب المعاصر الوحدة الأولى، معكم مستر محمد علي، فيلا بينا نبدأ على طول عشان ما نطولش عليكم. طيب أسئلة الميني تيست الأولاني، والغرض من الإكسرسايز ده كده إن في عندك أسماء معينة أو كلمات معينة بتاخد أفعال معينة. طيب يعني مثلا الجملة الأولى experts are asked to space solutions to the problems the society faces، يعني الخبراء بيطلب منهم ان هم ايه حلول للمشاكل اللي المجتمع بيواجهها. عندنا كلمة solutions طبعا اقتراحات او حلول بتاخد افعال معينة، زي مثلا كلمة suggest يقترح، provide، offer، look for، find، كل الافعال دي كده بتاخد كلمة solutions. طيب رقم اتنين you need to space a good hygiene in order to keep healthy، انت محتاج ايه؟ طبعا هيجين ليها معنى نظافة شخصية كويسة علشان تحافظ على صحتك، يبقى عندك كلمة هيجين تاخد الفعل have a good hygiene. طب ودي كده معناها يتبع القواعد النظافة الشخصية. ثلاثة follow the precautionary measures or you will space the virus، اتبع الاجراءات الاحترازية وإلا انت ايه بالفيروس اكيد هتصاب بالفيروس، يبقى get the virus. 4. CPR is a space when an ill or injured person is not able to breathe. ال CPR ده طبعا اللي هو الانعاش القلبي والرئوي، يعني لما واحد مش بيقدر يتنفس فانت بايدك كده بتدوس على منطقة الصدر بشكل متكرر، بتحط بقك على بقه علشان تساعده في عملية التنفس. ده كده ايه لما شخص بيبقى مريض او مصاب مش قادر ان هو breathe، طبعا ده كده الفعل بمعنى يتنفس. يبقى ال CPR دي بتاخد كلمة do او perform، يبقى معنى كده الاجابة بتاعتك رقم دي. 5. The exercise I have a space is enough for today. التمرين اللي أنا إيه ده كافي للنهاردة، يبقى عندك كلمة exercise بتاخد الفعل do. 6. To keep healthy you need to space enough sleep. علشان تحافظ على صحتك أنت محتاج أكيد أنك تحصل على قسط كافي من النوم، يبقى get. If you want to succeed in life never space any chance to learn. لو أنت محتاج تنجح في الحياة اوعى أي فرصة علشان تتعلم، يبقى اوعى تفوتك أي فرصة، يبقى miss a chance. رقم 8 it's necessary to know how to space the first aid. من الضروري انك تعرف ازاي انك طبعا ايه تعمل الاسعافات الاولية، ودي بتاخد الفعل يا اما do او perform، يبقى معنى كده الاجابة بتاعتك رقم دي. 9 the mistake you have space is unforgivable. الخطأ اللي انت ارتكبته ده طبعا لا يغتفر، يبقى mistake بتاخد الفعل make، التصريف التاني بتاع اللي هي made، وطبعا التصريف التالت برضو made. Bacteria and viruses spread a lot of infections. البكتيريا والفيروسات طبعا infection دي معناها عدوى، يبقى أكيد تسبب الكثير من العدوى، يبقى بتاخد الفعل cause. Many test 2 طبعا ده التركيز بتاعه على synonyms اللي معناها مرادف الكلمة، والانتونيم اللي هو معناه عكس الكلمة. طيب السؤال هو اللي بيقول from her behavior it's clear that she isn't normal، يعني من سلوكها يعني واضح ان هي ليست normal، معناها شخص طبيعي يعني شخص عاقل. the word normal here can be replaced by، يبقى كلمة normal في الحالة ده كده هتستبدلها بكلمة ايه، يبقى معنى كده انك محتاج synonym يعني مرادف ليها. sane اللي هي معنى عاقل، insane غير عاقل، irrational غير عقلاني، unusual غير معتاد، يبقى طبعا رقم A. 2 space is too mild as irrational is too normal. عندك هنا كلمة irrational وكلمة normal الاثنين antonyms يعني الاثنين عكس بعض. irrational معناها غير عقلاني او غير منطقي، ورقم وكلمة normal معناها عقلاني، يبقى معنى كده الاثنين في بينهم تضاد، يبقى انت عايز عكس كلمة mild. طب اصلا mild دي يا مستر اللي معناها خفيف او ليس قوي، يبقى معنى كده عكسها جنتل يعني رقيق او خفيف، سيفير معناها شديد او قوي، انيوجوال غير معتاد، ابنورمال غير طبيعي، يبقى اكيد رقم بي. رقم 3 you are obliged to follow the law، انت يعني مضطر انك تتبع القانون، يبقى في الجملة دي كده كلمة follow يبقى هي معناها اكيد يطيع القانون، يبقى رقم سي اللي هي obey. 4 she encouraged me to save my money. هي طبعا encourage معناها يشجع، شجعتني ان انا اوفر الفلوس بتاعتي. she space me from buying unnecessary things، يبقى هي ايه انا ان انا اشتري حاجات غير ضرورية، يبقى معنى كده ما شجعتنيش، يبقى انت عايز عكس كلمة encourage اللي هي طبعا كلمة discourage.
وهنقول هنا ملاحظة كده سريعة، وهي إن كلمة encourage دايما بتجيب بعدها المفعول، بعد المفعول بنجيب to والإنفينيتيف المصدر. أما كلمة discourage بتجيب مفعول، بعد المفعول بنجيب حرف الجر from، وبعد كده بنجيب verb plus ing. 5. Do you find it a space to work abroad؟ هل أنت بتجد إيه إنك تعمل في الخارج؟ فالإجابة not in the least، على الإطلاق it's interesting، يبقى الحاجة دي مالها شيقة. يبقى هل أنت بتجد صعوبة إنك تعمل في الخارج؟ طيب يبقى كلمة صعب في الحالة ده كده اللي هي طبعا رقم A hard، ورقم C difficult، يبقى الإجابة بتاعتك رقم D. طب بتقول لي يا مستر طب ما كلمة hard ليه؟ أقول لك hard اللي دي كده معناها بصعوبة. يعني إيه بصعوبة؟ يعني مثلا كده واحد مش بيقدر يشوف، يبقى معنى كده إن هو بيشوف بالعافية. مثلا كده اقول لك switch on the light، يعني افتح نور، I can hardly see، انا شايف بس شايف ايه بالعافية. يبقى كلمة hardly هنا كده معناها بالكاد او بالعافية. رقم 6. Do you want to move it space the wall؟ هل انت محتاج انك تحرك الحائط؟ فقال no move it closer، يبقى احركها قريبا، يبقى معنى كده اكيد مش هتحركها بعيدا عن الحائط او الجدار، يبقى away from. 7. I am sure this advertisement will boost the sales of the product. What does the word boost in this sentence mean؟ انا متاكد ان الاعلان ده كده سوف boost، طبعا الكلمات الاساسيه اللي عندك الواحده اللي هي معناها يزيد، يبقى ان الاعلان ده كده هيزيد المبيعات بتاع المنتج. يبقى كلمه boost في الحاله ديت كده بقى بتساوي كلمه ايه promote، معناها يزيد، او معناها طبعا بمعنى تاني بمعنى يرقي واحد في وظيفة، وفيل بمعنى يرسب او يفشل، ديكريس يقلل، هندر بمعنى يعوق. يبقى اكيد كلمة بوست في الحالة ده كده بتساوي كلمة بروموت بمعنى يروج لمنتج، او بمعنى يساعد على زيادة منتج. منتست 3 ده طبعا التركيز بتاعه بيبقى على الاكسبريشنز، يعني التعبيرات وحروف الجر والكلام ده. اول واحده بتقول is your offer still available، هل العرض بتاعك مازال متوافر متاح، يعني لسه العرض بتاعك موجود. فقال forget نقط forget، يا اما تقول forget it على طول، يا اما forget about it. 2. if you go on staying space late you will feel fall ill، لو انت فضلت انك ايه متاخر انت هتعيا، يبقى معنى كده stay up late يبقى يسهر. 3. please place the microscope carefully space the table، من فضلك حط الميكروسكوب بحرص الترابيزه، يبقى ايه بقى على الترابيزه، يبقى on the table. 4. she follows the instructions space driving a car carefully، هي اتبعت التعليمات يبقى لكي تقود سياره بحرص، بس خلي بالك في عندك هنا verb plus ing، يبقى for driving a car carefully. 5. to keep fit try to keep to take a sport، علشان تحافظ على اللياقه بتاعتك يبقى حاول انك ايه رياضه، يبقى اكيد يمارس رياضه او يبدا في ممارسه رياضه، يبقى take up a sport. 6. you space to leave this job it's boring، انت ايه انك تغادر هذه الوظيفه دي هي ممله جدا، يبقى معنى كده you write دي صفه وينفع تستخدم كاسم بمعنى حق، يبقى معناها محق او معناها حق، فهنا دي ما تنفعش. ليه؟ علشان ما فيش فعل، يبقى في الحاله كده الجمله بتاعتك بدون فعل يبقى write دي غلط. you are right انت تكون محق، يبقى في الحاله كده دي صح، علشان هنا في verb to be يبقى write دي كده الصفه. طب you have انت لديك، يبقى في الحاله ده كده محتاج الاسم، يبقى you have the right او you are right كلاهما صحيح، يبقى الاجابه بتاعتك رقم دي. 7. she looks forward space paris for the first time، طبعا look forward دي معناها يتطلع الى، وطبعا دي من ضمن الافعال اللي دايما بتجيب بعدها to، وبعد كده بنجيب verb plus ing، يبقى look forward to visiting paris. try to keep away from direct sunlight space possible، حاول انك تبتعد عن اشعة الشمس المباشرة بقدر المستطاع، يبقى على طول as possible. I'm worried about my brother in Italy I haven't heard space him for ages، انا قلقان جدا على اخويا اللي في ايطاليا، انا ما اكيد يعني ما سمعتش منه، يعني ما تلقتش منه بقى لا خطاب ولا مكالمة ولا ايميل ولا رسالة ولا اي حاجة لفترة طويلة، يبقى hear from بمعنى يتلقى خطاب او رسالة او مكالمة تليفون وهكذا. it's important for a driver to think، من الضروري للسائق ان هو يفكر، طبعا عندك think ده فعل اللي بيوصف الفعل الحال، والحال دايما بينتهي بالواي، طب ما تقول لي فاصل اقول لك لا غلط، ليه؟
لان كلمة فاست دي سريعة. طب الحال بتاعها برضو زي ما هي فاست، دي كده من ضمن الايه الشواذ، زي كلمة جود الحال بتاعها كلمة ويل، زي مثلا كلمة ليت الحال بتاعها برضو كلمة ليت. طب كويك ده الحال بتاع كلمة كويكلي، وطبعا كويتلي دي كويت دي معناها هادئ والحال بتاعها كويتلي. طيب من تيست 4 الجملة الأولى بتقول the heart is the space responsible for sending blood around the body، القلب هو المسؤول عن إرسال أو ضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم، يبقى أكيد القلب ده هو العضو. طب عضو كلمة member، member دي معنى عضو في فريق، عضو في أسرة، عضو في منظمة، في مجتمع وهكذا. أما كلمة organ معنى عضو في جسم الإنسان، يبقى أكيد دي الإجابة الصحيحة. candidate معنى مرشح للانتخابات، وsense طبعا دي معناها حاسة. اتنين Egypt is an important space of the international society، مصر ايه مهم في المجتمع الدولي، يبقى اكيد دي member عضو في المجتمع الدولي. تلاتة Do your best to space the sales of the products، ابذل اقصى ما في وسعك علشان sales of the products دي معناها مبيعات المنتج، يبقى علشان تزيد من infect يعدي lay معناها تضع او تبيض، post معناها يتفاخر يتباهى، ورقم دي post معناها يزيد، يبقى اكيد رقم دي خلي بالك طبعا بقى ما بين رقم دي وما بين رقم سي، دي post دي معناها يزيد، احنا قلنا بتساوي كلمة promote معناها يروج ل او معناها increase. الحاجة رقم اتنين اللي هي رقم سي post بقى دي كده معناها يتباهى يفتخر بحاجة. اربعة stop speech about things you didn't do، توقف عن ايه الحاجات اللي انت اصلا ما عملتهاش، يبقى معنى كده توقف عن التباهي التفاخر بالحاجات اللي انت اصلا ما عملتهاش، يبقى رقم سي posting. خمسة he speaks about his exam results he got a low mark، هو ايه عن درجات الامتحانات بتاعته، هو حصل على درجة سيئة او درجة قليلة، يبقى معنى كده هو كذب. طب تعالى نجيبهم بقى واحدة واحدة. اول واحدة كلمة laid ده تصريف رقم اتنين من lay اللي اي واي معناها تضع او تبيض، يبقى دي طبعا دي كده غلط. طيب رقم ب lied ده تصريف رقم اتنين من كلمة lie ال اي اي ودي كده معناها يكذب، وليها معنى تاني هنشوفه دلوقتي. يبقى ال اي اي التصريف التاني بتاعها lied، والتصريف التالت lied دي معناها يكذب، وبنقول كده lie to someone يكذب على شخص، و lie about يبقى يكذب بخصوص شيء. طيب رقم لي احنا قلنا ان كلمة لي ده تصريف اولاني معناها تضع او تبيض، او ليها بقى حاجة تانية اللي هو تصريف رقم اتنين من كلمة لاي ال اي اي اللي معناها يكذب بس بمعنى مختلف بقى. طيب ليه هنا بقى معناها ايه؟ معناها يرقد، يعني واحد مثلا يمدد او يستلقي. ولين ده كده التصريف الايه التصريف الثالث بتاعها، وكمان برضو معناها يوجد. طيب يبقى هنا هو ايه عن درجات الامتحان بتاعته، يبقى اكيد كذب بخصوص درجات الامتحانات، يبقى لايت. رقم ستة اهن يبقى الدجاجة سام اكس بعض البيض، يبقى اكيد تضع او تبيض، يبقى رقم A ليت. الجملة رقم سبعة the child sleeps on the floor and soon fell asleep، الطفل على الارضية ونام، يبقى اكيد يبقى يستلقي يمدد على الارضية، يبقى رقم C اللي هي ليت ده تصريف رقم اتنين من كلمة لاي اللي احنا قلنا معناها يستلقي او يمدد او معناها يكون او يوجد. 8 the plane is the fastest space of transport، الطيارة هي أسرع أكيد أسرع وسيلة مواصلات، فإحنا لما نتكلم عن وسائل المواصلات على طول بتقول كده means of transport. 9 I tried to space her to take that decision، أنا حاولت إن أنا إيه إن هي تتخذ القرار، يبقى أكيد في عندك مفعول وفي to infinitive، يبقى أكيد encourage اللي معناها يشجع. 10 I tried to space her from taking that decision، طبعا قلنا مفعول وفروم وverb plus ing يبقى اكيد discourage اللي معناها ما يشجعهاش على اتخاذ هذا الايه القرار. The nose is the space which helps us breathe speak and smell things، طبعا الانف هو الايه اللي بيساعدنا ان احنا نتنفس ونتكلم وكمان نشم الاشياء، مصل عضله ولا organ عضو ولا سيل خليه ولا اميون اللي هي المناعه، طبعا ده اللي هو الاورجان معناها عضو. Space is short for cardiopulmonary resuscitation، طبعا ده اختصار اللي هو الايه الانعاش القلبي الروي اللي هو طبعا CPR. Encouraging children's good behavior helps space it، تشجيع السلوك الجيد بتاع الاطفال بيساعد ايه كده طبعا بيساعد ان هو يعزز السلوك ده، يبقى post اللي هي رقم A اللي هي طبعا معناها يعزز، infect يعدي immunize يحصن، و injure يصيب، يبقى طبعا رقم A.
كوفيد 19 attacks and destroys the space of the lungs. طبعا فيروس 19 بيهاجم ويدمر ايه بتاع الرئتين. فيروس، الفيروس طبعا لا سيلز خلايا، واللاونس معناها السماح، وباندج معناها رباط او ضماده، يبقى اكيد سيلز اللي هي خلايا الرئتين. The doctor says that my grandfather speaks well to the treatment. الدكتور قال ان جدي ايه كويس للعلاج، يبقى places بمعنى يضع، وoperates بمعنى يشغل او يجري عملية، infect بمعنى يعدي، react يستجيب يبقى reacts. COVID-19 is the space which has caused the pandemic this year. طبعا COVID-19 ده الايه اللي سبب جائحة هذا العام. ميكروب طبعا ميكروب، بكتيريا بكتيريا، فيروس وفيروس وإلنس مرض. COVID-19 ده طبعا معروف ان هو ايه فيروس. الجملة رقم 7، مستر ايمن ابلايز ذا ليتست سبيس ان بزنس مانجمنت. السيد ايمن بيطبق احدث ايه في اداره الاعمال. ريزيلينس معناها المرونه، تكنيكس معناها يعني طرق او اساليب، باينيرز رواد، ايمرجنسي طوارئ، يبقى تكنيكس. 8، wearing a face mask and keeping a distance can help us avoid space. يعني اللبس القناع وكمان البعد كده على مسافة ده بيساعد ان احنا نتجنب allowance معناها السماح، او كمان معناها علاوة، او معناها pocket money زي مصروف الجيب، performance اداء، infection عدوى، immunity حصانة، يبقى اكيد طبعا نتجنب infection اللي هي العدوى. It's necessary to know how to space CPR in case you should help in an emergency. من الضروري انك تعرف ازاي انك ايه طبعا CPR اللي هو النعاش القلبي او الرئوي في حالة ان في حد يعني يحتاج منك مساعدة في حالة الامرجنسي الطوارئ، يبقى احنا قلنا بتاخد الفعل perform او كمان do الاثنين. The space system is responsible for defending the body against viral and bacterial infections. انهي جهاز في جسم الانسان مسؤول ان هو يصد او يحمي الجسم من طبعا العدوى البكتيريه والفيروسيه؟ طبعا ده اللي هو الاميون سيستم اللي هو جهاز المناعه. Some COVID-19 patients suffer from space symptoms. بعض المرضى بتاع فيروس كورونا طبعا بيعانوا من اعراض، الاعراض دي بتبقى مالها سيفير بمعنى شديد، انجرد مصاب، باندج رباط او ضماده، باينيرنج رائد، طبعا اعراض بتبقى سيفير بمعنى شديده. You need much more training to improve your space. انت محتاج تدريب اكتر علشان تحسن من ايه؟ guide مرشد، expert خبير، infection عدوى، performance اداء، يبقى عشان تحسن من ادائك performance. ال13، influenza is a or an space disease. الانفلونزا مرض ماله، tight يعني بمعنى مشدود، sick مريض، infectious معدي، infected مصاب بعدوى، يبقى اكيد الانفلونزا دي كده مالها infectious بمعنى معدية. You need to put a or an space on the cut to stop the bleeding. انت محتاج انك تحط ايه على cut، هنا معناها الجرح، علشان توقف bleeding اللي هو نزيف الدم، يبقى انت محتاج انك توضع injury معناها اصابة، bandage رباط، allowance معناها السماح، ومصل طبعا عضلة، يبقى محتاج انك تضع ايه bandage. The ambulance took the specimen to the nearest hospital. عربية الإسعاف أخذت مين إلى أقرب مستشفى؟ يبقى health صحة، healthy صحي، injured مصاب، injuring طبعا ده يعني إصابة أو يعني injure في ing فعل والاسم يعني، يبقى أكيد injured man اللي هو الرجل المصاب. When the lungs are infected لما الرئتين بيبقى مصابين becomes very difficult، يبقى اللي بيبقى صعب جدا بالنسبة للإنسان أكيد طبعا عملية breathing اللي هي التنفس. طبعا allowing ده معناها السماح، وbleeding اللي هو نزيف، وbreathing معناها التغليف. 17، the club's cupboard is full of space. الدولاب بتاع النادي مليان ب sicknesses أمراض، shoulders أكتاف، injuries إصابات، trophies معناها كؤوس، يبقى أكيد طبعا النادي مليان بالكؤوس. 18، we are ready to space you, we are your family. احنا جاهزين ان احنا ايه، احنا كلنا عائلتك، يعني بمعنى كده support يدعم او يساند، avoid يتجنب، react يستجيب، hurt بمعنى يؤذي، يبقى معنى كده احنا اكيد مستعدين ان احنا نعمل لك support. As a foreigner in Egypt I need someone to space me. كأجنبي في مصر انا محتاج واحد علشان cause يسبب، guide يرشد، publish ينشر، develop يطور، يبقى اكيد محتاج واحد يبقى guide بالنسبة لي، يرشدني او يكون مرشد. The police launched a or an space attack on the terrorists which were not prepared. الشرطة شنت او قامت بهجوم ايه على الارهابيين اللي ما كانوش مستعدين على الاطلاق، بمعنى كده الهجوم ده كان approved خارج البلاد، المريض sudden مفاجئ suddenly
فجأة. طبعا عندك اتاك، ده اسم اللي بيجي قبل الاسم الادجكتيف الصفة، فالصفة طبعا اللي هي كلمة صادن. انما استخدم صادنلي امتى بقى؟ لو قال لك كده the police attacked suddenly يبقى هجمت suddenly بمعنى فجأة. رقم 21 use the fire exit in case of، استخدم مخرج الحريق في حالة، اكيد في حالة allowance السماح، او زي ما قلنا قبل كده اللي هو البوكيت ماني مصروف الجيب، او علاوة emergency طوارئ guidance ارشاد hygiene نظافة شخصية. اكيد طبعا لا قدر الله في حالة الحريق الناس بتخرج من الامرجنسي، الناس بتخرج عفوا من فاير اكزيت، ده كده في حالة الامرجنسي اللي هي الطوارئ. كانسر از ا او ان سبيس ديزيز، السرطان ده يعتبر مرض سيريوس خطير، فلات مستوي او مسطح او كمان بمعنى شقة، انفكتد بمعنى مصاب بعدوى، وانفكشس معدي. طبعا السرطان ده ربنا طبعا يعافينا ويعافي الناس، ده مرض سيريوس بمعنى خطير، هو مش مرض معدي او حاجة. 23 he was a space، هو كان ايه، so he took 2 days off، وبالتالي هو اخد يومين اجازه، يبقى معنى كده هو كان infection العدوى نفسها، disease مرض، sickness مرض، sick مريض، اكيد طبعا هو كان مريض. وطبعا خلي بالك علشان هنا كلمه was فما فيش عندك لا ولا ان، فدايما على طول بتستخدم ايه الadjective اللي هي الصفه، يبقى he was sick. the engine of this car needs careful، المحرك بتاع السيارة دي كده محتاج ايه بقى يعني شديد، solution حل، safety امان، examination فحص، technology اكيد المحرك بتاع السيارة محتاج فحص شامل وتام، يعني يبقى careful examination يعني فحص بحرص او بعناية شديدة. you can talk to the space director he is the one in charge here، انت تقدر تتكلم مع المدير ايه، هو المسؤول هنا، يبقى locked ده كده بمعنى محبوس، immediate بمعنى فوري، tight قلنا بمعنى مش متني، مثلا لو حبل كده بنقول كده tight rope يبقى حبل مشدود جدا، tight clothes يبقى الملابس مالها الواحد لابسها كده يبقى بإحكام، executive طبعا ده اللي هو التنفيذي، يبقى أكيد تتكلم مع المدير التنفيذي يبقى executive. Space is necessary ضروري، it helps you adapt to different situations، ايه ضروري؟ ده هو بيساعدك انك تتكيف او تتأقلم مع المواقف المختلفة. كف كحة، resilience مرونة، service خدمة، shoulder كتف، طبعا اكيد resilience المرونة ضرورية ومطلوبة. He gets a أو an a space of 2000 pounds a month، وبيحصل على 2000 جنيه شهريا، طبعا لسه قايلين بقى allowance، طبعا هنا مش معناها سماح، هنا معناها علاوة او كمان معناها بوكيت ماني. اثليت ده طبعا معناها شخص رياضي، وبرسويجن دي معناها اقناع. رقم 28 the heart is the space that does most of the work in the body، القلب طبعا اكيد هو الايه العضو في جسم الانسان، طب مش موجود كلمة اورجان، هو القلب ده في نفس الوقت عبارة عن مصل بمعنى عضلة، نقول كده عضلة القلب. After the accident بعد الحادثة I saw a man a space، أنا شفت رجل، الرجل ده كان ماله بينزف، طب blood ده الاسم نفسه معناها دم فدي غلط، طيب bleed معناها ينزف، و bleeding برضو معناها نزيف أو معناها ينزف، ولا بي و سي، خلي بالك بقى علشان في قاعدة، إيه القاعدة؟ عندنا كلمة سي وكلمة هير وكلمة watch، دايما لما أجيب بعديهم شخص في الحالة ديت كده ينفع أجيب infinitive مصدر، او ينفع ان انا اجيب verb plus ing تاني، سي و هير و ووتش، الافعال دي كده لما اجيب بعدها مفعول او اجيب بعدها شخص في الحاله ده كده بجيب يا اما انفينيتيف مصدر يا اما بجيب verb plus ing، بس في اختلاف في المعنى. ايه الاختلاف؟ لما اجيب بعديهم انفينيتيف مصدر بمعنى يرى او يسمع الحدث كامل، طيب يعني من اول ما يحصل لحد لما يخلص خالص، يبقى اي سو امان، انا شفت راجل من اول ما بدا ينزف لغايه لما خلص نزيف، وبالتالي هنا تنفع. طيب لما اجيب بعدها فيرب بلس ان جي بمعنى يرى او يشاهد جزءا من الحدث، يبقى معنى كده انا شفت الراجل فقط مثلا ايه شويه كده هو بينزف ومشيت وسبته او ما قدرتش ان انا اتحمل الموقف فيعني ايه تجنبت شويه كده، يبقى معنى كده الاجابه بتاعتك اللي هي رقم دي بي و سي، لان الاثنين ايه ينفعوا. 30 your heart and lungs are in your space، القلب والرئتين دول موجودين في الشولدر الكتف،
chest الصدر head رأس back الظهر طبعا موجودين في منطقة ال chest اللي هي الايه الصدر. نجيب محفوظ was a real species he was the first Arab writer to write great novels. نجيب محفوظ ده كان ايه؟ هو كان اول كاتب عربي يكتب روايات عظيمة. مادام في عندك the first الاول يبقى معنى كده ان ده رائد في المجال ده. طيب رائد اللي هي pioneer اللي هي معناها رائد، follower معناها تابع، athlete رجل رياضي، performer طبعا بمعنى مؤدي، يبقى هو كان pioneer. It's usual for a person who has flu to space. من الشخص يعني او طبيعي لما شخص يبقى عنده فلو اللي هو البرد او الانفلونزا انه يعمل ايه؟ operate يجري عمليه جراحيه، lock يحبس او يقفل، كف يقح، smell يشم، يبقى اكيد طبعا ده كف بيقح. I asked you to space the vase carefully on the table. Why did you drop it? انا طلبت منك انك ايه الفازة بحرص على الترابيزة، انت ليه بقى وقعتها؟ يبقى bleed ينزف، وشخص يعني بينزل دم ينزف، place يضع، press يضغط، lie بمعنى يكون او يوجد او بمعنى يكذب. يبقى انا طلبت منك انك تحط او تضع، يبقى place طبعا انا مستخدمة هنا كفعل بمعنى يضع. 34 the baby is space peacefully in bed. الطفل البيبي الرضيع ده كده ايه في سكينة على السرير بتاعه. يبقى الطفل ده كده ماله lying ولا laying ولا laid ولا lean. طب تعال نجيبهم كلهم واحدة واحدة، تعال نجيب من الاخر كده كلمة lean ده تصريف رقم 3 وبالتالي دي ما تنفعش عشان الجملة كده مش مبنية للمجهول. الولد مفروض ان هو مستلقي، يبقى كده الجملة بتاعتك مبنية للمعلوم. طيب laid اللي هي رقم C ده برضو تصريف تاني وتصريف رقم 3 فبرضو ما ينفعش خالص، واصلا معناها تضع او تبيض. طيب laying دي كده ده فيها ing والفعل بتاع كلمة lay اللي هي معناها تبيض وبالتالي طبعا غلط. يبقى اول واحدة اللي هي lying اللي هي اصلها الا ie معناها يرقد او معناها يمدد او معناها يوجد، هنا طبعا معناها يعني يستلقي، فالولد مستلقي على الايه السرير في سكينة وهدوء شديد. بس طبعا انت لما الفعل يبقى عندك اخره ie بتقلب الie الى y وبتحط ing. It's normal for a space to have strong muscles. من الطبيعي للايه انه يبقى عنده عضلات قوية، يبقى اكيد services خدمات، experts خبراء، athletics العاب القوى، والathletes اللي هم الرياضيين بقى اكيد طبعا athletes. Young people need a space they don't have enough experience in life. الشباب الصغير محتاج ايه؟ هم ما عندهمش خبرة كافية في الحياة، يبقى هم محتاجين operation عملية جراحية، performance أداء، guidance إرشاد، ولا D A و P أكيد طبعا محتاجين إرشاد، يبقى رقم C. It's necessary for a football pitch to be a space with no slopes. من الضروري لملعب كرة القدم إن هو يبقى ما فيش أي ميول ولا انحدارات. flat طبعا مش معناه هنا شقة، معناها مستوي مسطح. fat طبعا تخين، fit لائق بدنيا، float بمعنى يطفو، يبقى اكيد طبعا رقم A اللي هي فلات مسطح او مستوي. 38 young your encouragement has given me يعني تشجيعك ده اعطاني، يبقى اعطاني دفعة اعطاني حافز، يبقى post ده كده فعل نفسه وكمان كاسم بمعنى تحفيز بس مفرد ويعد، يعني لازم فيها قبلها A او an فبالتالي دي كده ما تنفعش. بوستس تشجيعك اعطاني تحفيزات جمع، لا طبعا هو اعطاني حافز، يبقى معنى كده انه مفرد ويعد، يبقى رقم C A بوست. 39 your encouragement has space my confidence. طبعا عندك has، يبقى التشجيع بتاعك ده ايه الثقة بتاعتي، يبقى اكيد زود الثقة بتاعتي. طبعا عندك has يبقى انت محتاج تصريف رقم 3 يبقى posted. 40 normal is an antonym of normal طبيعي، يبقى عكسها ايه بقى؟ irrational غير عقلاني او غير منطقي او معناها برضو يعني غير واعي او غير عاقل. insane هي نفس المعنى، C A و B rational معناها عقلاني، طبعا antonym معناها عكس، يبقى normal دي عكسها irrational وعكسها كمان insane، يبقى معنى كده A و B، يبقى الإجابة بتاعتك اللي هي رقم C. The clever paramedic المسعف الشاطر الذكي
space CPR successfully and the man started to breathe normally. طبعا CPR تاخد الفعل perform. طب هنا كده مستر the clever paramedic المسعف ده كده الفاعل، يبقى معنى كده ماله بقى أجرى، يبقى أنت محتاج الفعل perform ولا performance ولا performer. طبعا performance ده أداء فدي غلط، و performer ده مؤدي فدي غلط برضو اسم، يبقى أنت محتاج perform أو performed. طب أنهي فيهم بقى؟ خلي بالك تقدر تعرف من حاجتين. رقم واحد إن الباراميديك ده المسعف ده مفرد، يبقى المفروض لو في المضارع الفعلي كان يبقى آخره اس، هنا ما آخروش اس يبقى دي مش perform، يبقى دي كده رقم دي. الحاجة رقم اتنين إن أنت عندك and حرف عطف، the man started الجزء التاني ماضي، يبقى الجزء الأولاني برضو هيبقى ماضي. The clever paramedic succeeded in the space of، طبعا في عندك the وعندك of، يبقى على طول الاسم يبقى performance. Some scientists think that people who have caught COVID-19 are not completely spaced from catching it again. بعض العلماء بيعتقدوا ان الناس اللي بيصابوا بفيروس كورونا او اللي هو COVID-19 ده ليسوا تماما ايه من ان هم يصابوا بيه مرة تانية، يبقى ليسوا محصنين، يبقى are not immune بمعنى محصن. immunity الحصانة نفسها، react طبعا يستجيب، reaction رد فعل، يبقى are not completely immune. وطبعا هي تستخدم كصفة بمعنى محصن، وكمان تستخدم كاسم برضو بمعنى المناعة. Some scientists think that people who have caught COVID-19 don't have complete. هي هي نفس الجملة اللي فاتت باستثناء ان هنا عندك completely، ده كده حال، في الحال دايما بيحتاج صفة، وعندك كمان verb to be. طب هنا بعض العلماء بيعتقدوا ان الناس اللي اصيبوا بفيروس كورونا مش عندهم have complete، كان ده complete ده صفة، يبقى انت محتاج بقى الاسم نفسه، يبقى have complete immunity اللي هي معناها ايه بقى؟ حصانة تامة من ان هم يصابوا مرة تانية. يبقى فوق are not completely immune، يبقى مش محصنين بشكل كامل، انما اللي تحتها don't have complete ما عندهمش، يبقى عندهمش حصانة كاملة. 45 I space a responsibility for my family، انا ايه مسؤولية للعائلة بتاعتي. يبقى طبعا responsibility ده بتاخد الفعل have a responsibility بمعنى يتحمل مسؤولية. You don't know how space the weather is in Canada in winter، انت مش عارف الطقس في كندا بيبقى عامل ازاي، مدى قسوته ومدى شدته. طيب guide طبعا معناه يرشد فدي غلط، وكاسم كمان بمعنى مرشد فما تنفعش خالص. guidance ارشاد ما تنفعش خالص برضو، يبقى عندك يا اما سيفير يا اما سيفيريتي. طيب اعرف ازاي؟ بص عندك هنا بقى، اولا كلمه هاو دايما بتجيب بعدها يا اما صفه يا اما حال. تاني كلمه هاو يا اما بتجيب بعدها صفه يا اما بنجيب بعدها الحال. سيفيريتي ده الاسم نفسه معناها القسوه او الشده، فما تنفعش يبقى سيفير. طب اعرف امتى اجيب صفه وامتى اجيب الحال؟ من الفعل بتاعك، هنا عندك is verb to be، يبقى دايما على طول بيبقى في عندك الايه الادجكتيف او الصفه. You don't know the space of، طبعا في عندك the of، يبقى انت محتاج الاسم بقى، يبقى severity قسوة او شدة. Smallpox الحصبة is an space disease، يبقى المرض ده ماله؟ مرض معدي. احنا قلنا بقى معدي بقى اللي هي infectious، مش هنقعد طبعا نكرر معانيهم كل مرة. Smallpox is an، طب الحصبة ده بقى ماله؟ يبقى هي نفسها تعتبر عدوى، يبقى is an infection. Be careful or you will be space with smallpox، احترس وإلا هتبقى ايه بقى؟ يبقى هتصاب او هتصبح مصاب بالعدوى، يبقى infected. Cancer doesn't space، السرطان لا، يبقى لا يعدي، يبقى infect. يبقى تاني كده سريعا نقول infect الفعل نفسه يعدي، infected مصاب بعدوى، infection العدوى نفسها، infectious بمعنى معدي. This jacket will protect you، طبعا protect بتاخد from او against، يبقى الاجابه بتاعتك رقم دي. I don't know how he will space to my suggestion، انا مش عارف هو ازاي ايه للاقتراح بتاعي، يبقى رد فعله هيبقى عامل ازاي. immune طبعا قلنا بمعنى محصن، immunity حصانه، react يبقى طبعا رد فعله، وreaction ده كده الاسم، يبقى react دي معناها يستجيب الفعل نفسه، وreaction رد الفعل. عندك will
يبقى اكيد will زي can زي should كلهم بتجيب بعديهم الانفينيتيف الفعل في المصدر يبقى react. I don't know what his space to my suggestion will be. طبعا عندك his صفة ملكية فالصفة اكيد بتجيب بعدها الاسم يبقى على طول انت محتاج كلمة reaction. يعني بس نخلي بالنا من ايه من الملاحظات البسيطة دي عشان طلبة كتير جدا ايه بتتلخبط ما بينهم يعني ما بيعرفوش امتى يختاروا الصفة والاسم والفعل والكلام ده. Children need الاطفال محتاجين يبقى اكيد محتاجين ارشاد. طيب guide مرشد وفعل يرشد فما تنفعش guidance ارشاد هي دي الاسم. طبعا severe و severity دول ما ينفعوش خالص. Children need their parents too طبعا في عندك too يبقى الاطفال محتاجين اولياء الامور او ابهاتهم وامهاتهم ان هم طبعا عندك too يبقى انت محتاج المصدر يبقى guide. Space is too acute as normal to سين طبعا عندك نورمال معناها طبيعي وسين معناها طبيعي او عاقل يبقى معنى كده الاثنين مالهم سينونيمز مترادفين يبقى انت محتاج بقى كلمه مرادفه لكلمه اكيوت. اكيوت دي كده معناها شديد او قاسي يبقى كلمه سيفير اللي هي اول واحده. He tried to space me to accept the offer هو حاول ان هو طبعا عندك تو يبقى اكيد اكيد محتاج الانفينيتيف يبقى persuade بمعنى يقنع. I didn't find his offer انا لم اجد العرض بتاعه يبقى لم اجد العرض بتاعه ماله مقنع. persuade الفعل persuade التصريف رقم 2 persuasion اقناع persuasive مقنع يبقى اكيد لم اجد العرض مقنع. I can't accept the offer without complete انا مش هقدر اقبل العرض بدون طبعا عندك complete صفه يبقى انت اكيد محتاج الاسم يبقى persuasion بمعنى اقناع تام. طيب ال advanced exercise أول جملة بتقول his strength as a politician speaks in that he is a good speaker قوته كرجل سياسي ايه في ان هو متحدث كويس يبقى بنقول كده تكمن فيه. طيب تعالى هاتهم معايا كده كلهم. اول واحدة كلمة lie اللي هي معناها يكذب او كمان معناها يضطجع او يرقد او بقى بمعنى يكمن فيه. lay طبعا بمعنى تضع او تبيض. lay ده تصريف رقم 3 فما ينفعش خالص. lay ده بمعنى تضع البيض يعني الحيوانات والكلام ده فبرضه دي ما تنفعش يبقى اول واحدة lie. يبقى كلمة lie بقى بمعنى يرقد بمعنى يكذب بمعنى يضطجع بمعنى يوجد بمعنى يكمن فيه. اتنين I space the little baby up so that he could pick an apple from the branch انا ايه الولد الصغير كده للاعلى علشان يقدر يلتقط تفاحة من الفرع الشجرة يبقى انت محتاج يرفع بقى. post بمعنى يتباهى او يفتخر. posted طبعا بمعنى يعزز او بمعنى يزيد او المعنى اللي احنا عايزينه بقى هنا النهارده كده او دلوقتي نقول كده بوست اب بمعنى يرفع الى اعلى. وروز ده تصريف رقم 2 من كلمه رايز بمعنى يرتفع او يزداد وما ينفعش اجيب بعدها مفعول يبقى طبعا رقم بي. ثلاثة هي واز ارستد بيكوز هي جويند ا كريمنال سبيس هو تم القبض عليه علشان هو انضم الى اجرامي يبقى طبعا بيقولوا خليه اجراميه. عندك سيفيرتي معناها قسوه. اورجان عضو في جسم الانسان. مصل بمعنى عضله. وسيل طبعا بمعنى خليه او بمعنى زنزانه او كمان بمعنى بقى خليه اجراميه اللي هي كريمنال سيل. اربعه ذيس تشيلدرن هاف بين فاكسينيتد هؤلاء الاطفال تم تطعيمهم يبقى معنى كده ان هم يكونوا ايه اكيد محصنين. طيب عندك اميون محصن دي صح. طيب immune people اولا هم مش people عشان بتكلم عن children اطفال ففي الحالة ديت كده مش هتنفع. وفي حاجة تانية وهي ان انا لما اقول these children يبقى معنى كده بتكلم عن هؤلاء الاطفال يبقى بتكلم عن اطفال معينين بوجه عام. اما لما اقول لك immune people بمعناها كل الناس المحصنة زيها زي رقم سي immune children. لما اقول immune children معناها كل الاطفال المحصنين انما انا بتكلم عن اطفال معينين اللي هي these children وبالتالي فقط الاجابه بتاعتك رقم A. ابراهيم is really a good student. His energy and enthusiasm have space all the students in the class. ابراهيم طالب كويس جدا الطاقه بتاعته والحماس بتاعته ايه في كل الطلبه اللي موجودين في الفصل. spoil بمعنى يفسد يدلل. diseased بمعنى طبعا يصيب بمرض. infected بمعنى يصيب بعدوى بس هناخد بقى كلمه infected ليه عشان احنا عايزينها بقى بمعنى مختلف هنا مش بمعنى يصيب بعدوى لا انت لما يبقى عندك interest اهتمام وده كده infect other يبقى معناها يؤثر في الاخرين او زي ما نقول كده عدوى بس عدوى ايجابية.
ستة once I tweeted the news it went space it was retweeted by thousands of people. بمجرد ما عملت تغريدة للخبر هو أصبح إيه ده هو يعني تم إعادة بقى يعني التغريدات أو الناس بدأت تتناقله بالألفات. يبقى معنى كده إنه أصبح على نطاق واسع. يبقى رقم ب viral اللي طبعا جاي من كلمة virus بس دي طبعا ده بمعنى تاني. طبعا انت عندك فيرال دي متعلق بالفيروسات بس المعنى بقى اللي احنا عايزينه دلوقتي اللي هو بمعنى يصبح على نطاق واسع. سبعة he speaks strongly against my suggestion he refused to discuss it. هو ايه بشدة ضد الاقتراح بتاعي هو رافض حتى ان هو يتناقش معاه. يبقى معنى كده post طبعا دي ما تنفعش خالص. disagreed بمعنى لا يوافق بس ما ينفعش اقول disagree against أقول disagree with oppose معناها يعارض بس أقول كده he opposed my suggestion ينفعش أجيب بعدها against. طيب يبقى reacted against. طب reacted كده اللي هي معناها إيه بقى رد الفعل بتاعه بقى يعني تجاه الاقتراح بتاعي كان بيرفضه بشدة. تمانية being short he asked his uncle to give him a أو an space up to reach the bookshelf. علشان هو قصير هو طلب من عمه ان هو يرفعه لاعلى بقى احنا لسه قايلين كده بوست اب. رقم 9 his good manners have made him space to bear ideas يعني اخلاقياته الكويسه جعلته ايه ضد الافكار السيئه يبقى اكيد جعلته محصن يبقى immune. A person who is space has an illness and could pass it to those around him. الشخص اللي عنده مرض بس الفكرة هنا بقى في الجزء الثاني ان هو يقدر ينقل المرض ده للآخرين. يبقى معنى كده ان الشخص ده كده اصبح نفسه معدي. infection طبعا دي العدوى. infected معناها مصاب بعدوى. يبقى كده اقول infected كده لو قال a person who is infected has an illness لغاية كده ماشي. انما قال لك بقى وينقل العدوى للآخرين يبقى معنى كده ان هو infectious بمعنى معدي. طيب دي كده اخر حاجة معنا كده النهاردة. يا رب الناس تكون استفادت وان شاء الله تابعونا واستنونا في الجزء الخاص بالقواعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.